كيفية الوصول إلى صفحة إعداد مودم يمن 4G B535-932 A. أولاً أقوم بالارتباط بالشبكة اللاسلكية عبر المودم الخاص فيني في يمن 4G هذا الجديد، ثم أفتح المتصفح الخاص بجوجل كروم أو أي متصفح، وأنقر صفحة الدخول 192.168.8.1، وأقوم بالنقر. تطلع لي الواجهة هذا، بيقول لي حمل تطبيق أو لا. أنقر فقط على صفحة ويب، ومن ثم أدخل كلمة مرور الجهاز الخاص بيني الذي أدخلتها عند الضبط الابتدائي، أو إذا كانت أول مرة بإمكانك استخدام كلمة المرور أسفل الجهاز إذا لم تقم بتغييرها بعد، أو نفس كلمة مرور الواي فاي في بعض الأحيان. أنقر تسجيل دخول، وصفحة الضبط تقوم بالانفتاح بالفتح أمامي كما تشاهدون، وبإمكاني أن أستخدم بقية الدروس بإمكاني أن أستخدم بقية الدروس لتطبيقها الذي بنصورها في الكمبيوتر بعد الوصول إلى هذه الصفحة بنفس الأماكن. هذه تحياتي خالد الموسيقى تيك توك دوت كوم.